night. يوم الاثنين 22 رمضان. هاي الساعة بحما. هلا بدنا نفوت على قفا مبنى المحافظة. لما خبوا السيارات اللي فوق الرشاشات كانت حاطينها قدام محافظة. اللجنة بتجي لجنة الفحص الدولية. خبوا السيارات من ورا. واكيد بس تروح اللجنة راح يرجعوا يحطوا السيارات قدام عشان يمنعوا متظاهرين من نزلة على ساحة العاصي. وهي السيارات ما كنا شايفين. راح نلف اي ساحة العاصي اي الحجرية تبيت النواير.